ما هو أكثر موقف أزعجك في سوريا؟ إيه أكيد قصدك لما كنت بسوريا. إيه نعم، بدي جاوب على هذا السؤال الجيد. يعني أولا فعلا ومو مزح، أنا رحت لسوريا أكثر من مرة، ومن شان هيك ممكن أقول فعلا إني أنا كنت كثير مبسوط بسوريا وانبسطت كثير، و 99% أنا كنت مبسوط يعني. يعني هاي مو فيديو يعني بدي اشتكي على سوريا، لا 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 ابدا. ولكن طبعا وين ما رحنا الى اي بلد طبعا في شيء مزعج، وخاصة اذا ثقافة ثانية بنشوف اشياء بنفكر بالاول ليش الناس هيك، يعني فهمتوا قصدي؟ هيك عادي طبيعي يعني. الواحد يشوف شيء اول مرة يعني يكون يكون يتفاجئ يعني. نعم. هلا اصعب شيء بالنسبة لي اللغة، ما كانت مشكلة، ما كان عندي لغة، كل الناس ساعدوني يعني. ولكن أنا شفت الشميغنت، شميغنت، شميغنت، يعني شميغن بنحط زيت على المعدن، أوكي، منشان ما يزقزق، منشان ما في صوت. بنحط زيت على المعدن أو بالدواليب أو وين ما كان أو بالباب. إيه، وشميغنت هاي رشوة، بالألماني شميغنت. يعني شمير هيك بمعنى منشان كيف شيء هيك يمشي يعني بشكل هيك، فهمتوا اكيد. وهذا الشيء لما فتت بسوريا فعلا انا كنت بصدمه، يعني صدمه كبيره، وقلبي كان عم يدق من الخوف ومن من الدهشه. يعني الشخص اللي قدامي بالمطار سوري يعني بيحط باسبور وفي مصاري جواته، فكرت شو هذا؟ وسالت الشخص اللي وراني يعني must we pay? We have to pay? He said no, why? هو كان كمان انجليزي او ما بعرف شو. بس بعدين اللي وراه عنده مصاري وبيقول بالانجليزي if you pay better, get through. يعني it's افضل اذا دفعت من شان المر عشان ما يصير في مشاكل. وغريب انا بخاف شو هذا؟ يعني حقي فوت المر يعني شو هذا؟ وما حطيت مصاري طبعا. وهذا يعني خوفني. بعدين اللي كان غريب كمان انه يعني فعلا انا كاجنبي شافوا باسبوري نص ثانية اهلا وسهلا فيك في بلدك، اهلا وسهلا فيك، بس يجي سوري اوكي هنا 10 ايه تفضل فوق. انا والله كان موقف غريب جدا بالنسبة لي، وبالاول كنت هيك شو هذا؟ خايف الماني انا خايف. ايه بعدين شو صار كمان اشياء يعني ايه مثل هاي؟ الفوت هلا يعني الحكم المسبق او بالعربي بالانجليزي prejudice يعني. يعني واحد بيفكر شيء عن شخص ثاني لانه هو من هذا البلد، بس ما بيعرفوا الشخص، ممكن هو مو هيك. ها؟ سالوني مباشرة انتم ليش ما بتحبوا الاولاد؟ ليش ما بتحبوا الاولاد؟ يعني شو قلت لك؟ شلون ليش ما بتحبوا الاولاد؟ شو ما بحب الاولاد؟ طبعا بحب الاولاد. ايه او ليش بتحبوا الكلاب وما بتحبوا الاولاد؟ ايه مو هيك؟ شو هذا السؤال؟ ايه هيك مثلا. ايه هاي كان كمان يعني غريب بالنسبة لي، وكمان كنت هيك شو عم يصير؟ ايه و كمان بعدين اجى واحد وعنده سيارة مرسيدس غالية بسوريا، يعني مرسيدس أكيد حقه يعني بين 50,000 يورو و 100,000 يورو، وبيقول انتوا ليش تصرفوا مصاري على الكلاب؟ هذا سخيف. وانا قلت له ليش عم تصرف على سيارتك وفي ناس ما عندهم بيت، ما عندهم يعني اكل، ما عندهم هذا سخيف اكثر ولا لا؟ كنت كثير يعني موقف قريب بالاول تعودنا يعني طبعا. هذا شيء عادي، واحد يجي من ثقافه الى ثقافه ثانيه بتصير هيك اشياء. وبعدين هاي شلام شين يعني واحد يقف في الدور، هاي سوبر كارثة يعني. أنا كان أنفي مسدود يعني مسدود تماما، كان بدي اشتري شو بخاخة رحت الصيدلية وكنت ثالث واحد في الدور، ثالث واحد قف في الدور. بدنا شوية نظام، ونحن الألمان نضحك على الانجليز لانه هن بيوقفوا في دور في موقف الباص، نحن ما نعمل هيك بالمعنى، نضحك عليهم.
بس مع ذلك بالمانيا بالصيدليه طبعا في شخصين امامي هيك. وانا هيك واقف بفوت واحد ودغري بروح لعند البايع وبيشتري شيء. انا شلون شو هاي؟ شوف نحن في الدور بس ما فيني احكي ما عندي لغه. بعد ربع ساعة أنا كنت خامس واحد في الدور. بعد نص ساعة أنا كنت يعني رابع واحد من جديد بس يعني ما متقدم وما حدا يحكي معي، يعني يشوفوني ما حدا يحكي معي. وكل الناس اللي يعني بفوتوا هيك بفوتوا في دور أمامي نوعا ما. بعدين بعد نص ساعة شو عملت؟ رحت لعند البائع قلت له بدي شيء لأنفي ودغري أعطاني يعني. هذا كان شيء صعب يعني اللي بيوقف هيك. هيك صار بالاول، بعدين لا. بس طبعا لما رحت بالهجرة الجوازات كمان كابسة يعني. كلهم هيك اوه يا اخي يا اخي وفي مصاري بالباسبور هذا، انا الماني ما فيني احط مصاري، حتى بالمانيا اللي بحط رشوة اللي بحط مصاري هذا كمان جريمة. ايه في عقوبة يعني كمان مشان هيك ما فيني احط مصاري. وانا هيك لو سمحت لو سمحت بدي وما عندي لغة، والله كان صعب كثير. او كان قبلين يعني واحد يتعود يعني. بعدين زوبكر، شو معنى زوبكر؟ في شيء انا لاحظته ما بعرف اذا صح في كل الاماكن، ولكن انا كنت ببعتوم عم نمشي واحد فضل نفاضه على راسي من بيته من الشباك هيك كله على راسي. بس كنت بالبيوت، البيوت مثل قصر مثل قصور، البيوت جميله جدا من جوا، بس في الشوارع في كثير ناس ما بيفهموا، بيكبوا شو مكان هيك، شو بدك يعني؟ بيكبوا في نهر اسمه برده نهر يعني، اساسا مو نهر يعني، اساسا يعني بالصيف ما كان في ماي كل زباله، انا كان صعب علي والله، كان صعب علي كثير. ولكن جوات البيوت في نظافه للغايه. بالمانيا احيانا بنلاقي العكس يعني. جوات البيت في فوضى، بس مع ذلك الناس ما بيكبوا شيء برا يعني. يعني مو كل الناس هيك طبعا بتعرفوا هذول الاشياء اللي لاحظت. ولكن مثل ما بنقول بالالماني وانت مشفش يعني تحت الشحطه يعني بالحساب. انا كنت كثير مبسوط طبعا و ايه هيك. وفي ناس في الفاجر يكرند اوسا